السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. لو لسه لأول مرة تشوف القناة، يا ريت تدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل اللي بعمله أول بأول. النهاردة يا حبايبي هنعمل الكب كيك لأولادنا في المدارس. بصوا شكله عامل ازاي، بجد تحفة تحفة، وطريقته سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله المكونات بتاعته تكون متوفرة عندك في البيت وتقدر تقومي تعمليه معايا دلوقتي. تعالوا نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكمان هحتاج 2 كوباية من الدقيق، ونص كوباية زيت، وكوباية سكر، وكوباية لبن، وكيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا، ومعلقة كاكاو خام. طبعا دي كل المقادير بتاعتنا. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. هبدأ كده اشيل المكونات بتاعتي. اول حاجة هنزل بيها البيض وهجلبه كده كويس، وزي ما قلتلك المكونات بتاعت الكيكات عامة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما ينفعش تجيبيها من التلاجة وتبدأ تعملي فيها، لازم تستنى عليها شوية تبرد وبعد كده تعملي بيها. هنزل كده بالفانيليا زي ما انتوا شايفين وهجلب اهو بالشكل ده كده. هنحط 2 كوباية السكر برضو وهبتدي كده اجلب كويس خالص، ايدي فيها على طول كده في التجليب. حابه تعملها في الخلاط زي ما تحبي، بس انا بحب اسهل على نفسي واعملها كده بالمضرب، سهل يعني وسريع كده بسرعه. طبعا انا معتذر عن التاخير الايام دي، معلش. هبدا كده انزل بنص كوبايه الزيت وهجلبهم برضو كويس خالص لحد ما يمتزجوا مع بعض. الدقيق يا حبايبي على حسب ما السوائل بتاعت الكيكة بتاعتك هتحتاج، اما يختلف من بيضة للتانية فعلى حسب حجم البيض كمان اللي انت مستخدماه. هنزل كده بكوباية اللبن وهجلبها برضو كويس اهو بالشكل ده كده بسرعة. التجليب الكتير ده بيساعد الكيكة بتاعتك تكون هشة، فانت لازم كده تجلبيها يعني كويس كده وتمزج المكونات مع بعض كويس. هبدأ كده انزل بنص كمية الدقيق وهنخلها، وطبعا لازم تنخل الدقيق علشان ده بيساعد على هشاشان الكيكة بتاعتك. وهنزل كده بالكيس من البيكنج باودر وهجلبهم كده مع بعض لحد ما تختفي المكونات الجافة وتمتزج بالسوائل بتاعتي. هحط كده باقي الكمية وهجلبهم كده كويس زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا ما تكسليش، ولو المكونات متوفرة عندك في البيت اعمليها وفرح ولادك بيها، بجد هتعجبهم جدا وهيفرحوا بيها خالص. ده السمك بتاعها اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. خلاص انا مش محتاجه المضرب في حاجه. هاخد كده هو معلقه الكاكاو الخام، هحط عليها حوالي 1/2 كوباية من الخليط اللي انا عملته معاكو، وهبدا اجلبه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده لحد ما اخليهم يمتزجوا مع بعض. لو لقيت الخليط معاكي تقيل ممكن تضيفي له معلقه لبن، بس انا مش هحتاج له لبن يعني زي ما انتوا شايفين كده هو. بصوا ده السمك اللي انا محتاجاه. هجيب كده صينيه الكب كيك وهبدا ارص عليها ورق الكب كيك. اهو بالشكل ده كده.
معلش لو حاجة طارت، عشان مشغلة المروحة في جنبي. الجو اليومين دول كده يعني بعد ما بدأ يتعادل رجع تاني يسخن. هبدأ كده أنزل بالخليط زي ما انتوا شايفين، اهو بالشكل ده كده. هتحاولي ان انت تحطي نص ورقة الكب كيك، يعني مش هتملاها كلها، تحط نصها بس كده، حوالي معلقتين ونص. خلاص كده يا حبايبي انا عبيت الكب كيك زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي ازينه معاكم اهو بالشكل ده كده. هعمل واحدة كمان. حابة تعمليه كده من غير ما تزينيه زي ما تحبي، بس ده بيديله شكل احلى وبيخلي الولاد تكون مبسوطة بشكله فيحبوه ياكلوه. بعد كده يا حبايبي هجيب عصاية الشيش طاووق وهبدأ اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده اهو بالشكل ده كده. بعد كده خلاص هندخلها الفرن. الاول هكون مسخن الفرن حوالي 10 دقايق من قبل ما ادخل فيه الكب كيك بتاعي، وده الشكل بتاعه اهو وهو موجود في الفرن، بدأ يرتفع معايا اهو يستوي. وخلاص كده يا حبايبي انا طلعته، طبعا زي ما انتوا شايفين الـ3 بيضات عملوا لي 22 كب كيك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصحابكم على الواتس وعلى التليجرام والفيسبوك. عايزه الوصفه دي تنتشر في كل مكان. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واتمنى ليكم مشاهده طيبه ممتعه، واشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله.